السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام. نتكلم اليوم عن رمز من رموز علم الرؤى والأحلام، وهذا الرمز من الرموز الطيبة الجميلة التي يحبها والتي يألفها كثير من البشر. نتكلم اليوم عن رؤية الصفر في المنام. الصفر في المنام هل هو خير ولا شر؟ دائما الصفر فيه الخير إلا في حالات معينة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث معناه سافروا تغنموا، أي سافروا يأتي إليكم الخير العظيم. والسفر من الممكن أن يكون نكد ويكون هم ويكون غم ويكون محنة، وبعض أحيانا يكون فراق وأشياء كثيرة جدا، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول بأن السفر قطعة من العذاب. فالسفر له تأويلات كثيرة جدا وله تأويلات عظيمة. السفر في المنام يبين على تحقيق بعض الأماني وبعض الأحلام إلى صاحب المنام في أمور معينة الله جل وعلا سيحققها وسيعطيها إلى صاحب المنام. كذلك السفر في المنام يبين أن صاحب المنام يتمتع بصفة الذكاء. من الله عليه بحسن المعاملة مع الآخرين، في إنسان يجيد المعاملة مع الناس، وفي إنسان كما يقال يغرق في شبر رمية، ودي من عند ربنا، الأمور ده كلها من عند الله، لا يتحكم فيها أحد ولا يتحكم فيها إنسان. كذلك السفر في المنام، اللي سافر في المنام يبين إن ربنا هيجعل له انتقال وتغيير بعض الأمور له للأحسن والأفضل والأجمل. معانا أول اتصال، نورة، تفضلي يا نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نورة. بصراحة أنا شفت منام إن أنا ماشية أنا واحد غريب معرفوش، تمام، دخلنا مدرسة، فلقيت طليقي في الأوضة ومديني ظهره، تمام، فأنا بقول أنت بتعمل إيه؟ لقيته جايب ورقة وكاتب عليها اسمي واسم وردي وفي أسماء كتيرة، فبصيت على ظهر الورقة لقيت مكتوب رحاب علي، تمام، فأنا سبته ومشيت، بس هو ضحك يا نورة. ايوه، ومين رحاب علي دي؟ لا معرفهاش، تمام. بس بعد كده انا مشيت لقيت اخته لابسه اسود ولابسه عباية سودا ولابسه مطرون احمر، ولقيت مراته زي حامل وبطنها كبيره قوي ولابسه عباية سودا، فانا بقول لها هو انت عشان بنتي ماتت انت لابسه اسود؟ بس انا ما خلفتش منه. يا نورة، نعم، هو تزوج؟ اه، تمام، اللي هي رحاب علي، حتى لو مراته ما اسمهاش رحاب علي ده هو رمز ان هو سيتزوج او تزوج، وانت ما تقولي ان هو تزوج. يا نورة، اه هو متزوج. ايوه، في حد عمل لك مشاكل من اقارب زوجك، اقارب طليقك؟ اه، تمام، لان اخته لابسه من ضمن الملابس اللي لابساها اللي هي اللون الاحمر. ايوه، هي فيها عامله مشاكل. ما انا بقول لك اهو، اللون الأحمر ده يدل على المشاكل ويدل على الهم ويدل على النكد ويدل على مشاكل عميقة جاءت من أقارب طليقك. أسأل الله إن ربنا يفرج عنك الهم ويسل لك الأمر، بس ربنا يبين في المنام يا نورة إن ربنا سيمن عليك بالزواج، في زواج سيكون لك والله أعلم. اتفضلي يا أم أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم أحمد. ربنا يحفظنا ويحفظك يا ام احمد من الجنون. ايوه يا رب، بس انهم بشر، لما شفتهم كانهم بشر ما كنتش اعرفهم ان هم جنون، بس بعد ما شفت عرفت ان هم جنون، اخذت ابن من اولادي ورحنا على سكه على قطر على اساس نسافر،
تمام وكان معانا قفف والكلام ده، قفه يعني مليان في حاجات بتاعتنا. تمام. فاحنا رايحين نركب القطر، بقول للراجل، بقول له القطر ده رايح نجا حمادي؟ قال لي اه. اقول له طب انتظر هنركب. فجي واحد من الجنود دول، بعت واحد منهم عشان يلحقنا نروح على القطر. فجانا في هيئه تراب البشر يعني الجن ده. ففضل بيقول لي تعالوا كلموا فلان، يعني كان اسامي كده. فانا قلت له ماشي. فلغينا السفر ورجعنا معاه، وانا راجع كده انا وابني. فجرنا الجن ده اللي هو الكبير بتاعهم، هيئه راجل بس كده كبير وضخم عني، انا قصير تحته. فانا عايز يهجم عليا، فانا بقول له ايه، حبيت اكلمه كده، بقول له الله لا اله الا هو الحي القيوم، سوره ايه الكرسي. تمام. فضلت ارددها بصوت عالي. فبدي بقي ايه، يقفر لحد ما قصر قوي. بقول له ايه، اسلم. هو قال لي اسلمت، وخليته اشهد وانطق الشهاده، وقال لي خلاص انا اسلمت. فبعد كده بقول ايه، اولاد الباقيين فين؟ هم عند الناس الباقيين دوكم هيأذوهم. وصحيت كده من النوم. يا ام احمد اتفضل. انت اولا انت من نجي حمادي؟ تمام. اهلا وسهلا بيكي يا ام احمد. انت معايا ام احمد؟ انت حواليك ناس يا ام احمد، خلي بالك، بين قوسين كده الجن اهون منيهم. صح والله صح. انت تتعاملي مع الناس بالطيبه وبحسن النيه، ولكن للاسف الشديد، ودي اصلا مش معك انت يا ام احمد، ده مع كثير من الناس. هناك بعض الناس يقابلوا الاحسان بغير الاحسان، والجميل والعرفان بغير ذلك. انت يا ام احمد هناك ناس والعياذ بالله، نسأل الله العفو لك والعافية، والله أعلم. اتفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. ازي حضرتك يا عم إبراهيم؟ الحمد لله محمد تمام. ربنا يفتح الله عليك. هي رؤية والدتي. تمام. هي شافت إن هي في أرض واسعة كده، وفي عجل كبير ماشي وراها، تجري يجري وراها، تمد يمد وراها، تمشي ببطء يمشي وراها. تمام يا محمد. اتفضل. هو ال 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 العجل لما يمشي وراء الام، هو كان ودود ولا كان عامل نوع من انواع الانزعاج؟ لا ودود جدا، يعني مش مضايق اي حاجه. ده يدل ان امك انسانه محبوبه ومالوفه، يحبها. وطي التلفزيون يا محمد. يحبها الكثير ويالفها الكثير من الناس. امك انسانه محبوبه، الله جل وعلا وضع لها المحبة والقبول في الأرض، والله أعلم. اتفضل يا أم أحمد من سوهاج. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي حلمين صغيرين خالص. يا سلام، أنت بتقولي من سوهاج، بقول أقول لك لأ، ده أنت معاك 20 حلم يا أم أحمد. يا رب يخليك يا رب ويكرمك. بس يا ريت ترفع الصوت شوية يا أم أحمد. حاضر. اتفضلي. أنا حلمت إن أنا ماسكة قلم كحلة، وواحدة عايزة تاخده مني، لكن أنا مش راضية أديهولها أبدا، وعمي منصور وأمي بيقولوا لي اديهولها، لكن أنا قعدت أبكي بكرة شديد قوي وما رضيتش اديهولها، فجيت أبريه لقيته قلم كحلة بني، بس كده، بس ما اديتهاش وخلص الحلم. يا أم أحمد. نعم. أنت زوجك معاكي؟ في محبة بينكم؟ كويسين، شوية كده وشوية كده. تمام، أسأل الله إن ربنا يحفظ زوجك من كل سوء، خلي بالك على زوجك. لأن هناك امرأة تحب تليف على زوجك وتاخذه منيكي، خلي بالك وكون حريصة، تعاملي مع زوجك كما أنت تتعاملين معه بإخلاص وبالشريعة الإسلامية، بس حذاري حذاري حذاري. وأنا بقولها لك أنت ولكل البشر، ما تدخلش حد عندك في بيتك، أو يقول صديقة حبيبة قريبة أو ما شابه ذلك، بيتك حيتخرب، خليكي حريصة جدا والله أعلم. اتفضلي يا حجي كاميليا. ايوه اتفضلي. ماشي. انا شفت نفسي ماشيه في الشارع. انت منين يا حجي كاميليا؟ ايوه من المرج. اهلا بك وباهل المرج الكرام، اتفضلي يا حجي كاميليا. فشفت نفسي جايه من الشارع. نعم. والعريس وعروسه بيزدفوا في العربيه. تمام. وبعدين دخلت على بيتنا، ولقيت امي واقفه على السلم، امي متوفيه. نعم. ولقيت الباب بتاعنا له بابين. تمام. لقيت لما اخذ كلبي خارج من تحت السلم، ورحت شافني كده، راح موطي وراح خارج من البوابه الاولانيه. جيت عند البوابه الثانيه، لقيت كلب نازل من فوق
وامي واقفه على السلم بتقول لي انت عوقتي ليه كده؟ قلت لها على ما العريس والعروسه مشيوا. تمام. بصيت لقيت بقى الكلب التاني نزل ورحت هشاه كده بالمقشه والكلبين خرجوا. كلبين كبار قوي، واحد ابيض واحد اسود. بس كده يا حاجه كاميليا؟ والرؤيه الثانيه. لا دقيقه واحده عشان ما انتوش، خلينا مع بعض وخليكي معايا على الخط. اولا موضوع الجزئيه الاولى دي مناسبه سعيده لك في الايام القادمه. موضوع الكلب والعياذ بالله، ده ربنا اداكي كثير من النعم، ربنا اداكي نعم فقول الحمد لله. بس هناك يعني نوع من انواع الكلاب، طبعا انت عارفه نوع انواع الكلاب، ينظرون اليك فيما اعطاك الله جل وعلا من النعم، ناس حاسده وحاقده عليك يا حجة كاميليا. قول الرؤية الثانية. الرؤية الثانية صليت صلاة استخارة، صليت صلاة استخارة، كان عاوز أشوف كده، كان شفت عند شيخ إن إحنا معمول لنا سحر ومشاكل في البيت، فشفت صليت صلاة استخارة قلت يا رب وريني مين اللي عامل لي السحر. شفت مرات ابني عريانة مال ومتنية نصين وفي أوضة ضلمة كح، رحت مقربة عليها كده بقول مين دي مين دي، لقيتها هي، وصحيت من النوم على كده. أسأل الله أن ربنا يصلح حالنا وحالك يا حجة كاميليا، وأسأل ربنا يرتب لك الأمور وأن ربنا يكشف عنك الغمة. أنت مصابة بنوع من أنواع الأذى، ولكن مين اللي أذاكي؟ مين اللي حسدك؟ الله أعلم. هو مجيلك رمز في المنام، رمز في المنام، مش لازم الشخصية التي أتت إليك. في حد عمل لك حسد أو شيء من هذا القبيل، فتشي في حياتك وانت أدرى بأمور حياتك حجة كاملية، والله أعلم. اتفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج ولأسرة القناة جميعا، وكل عام وحضرتك بخير، وكل عام وأمة لا إله إلا الله جميعا بخير. عندنا أعظم الأعياد اليومين دول، بنهني أنفسنا بعيد الهجرة وعيد سيدنا موسى الطود العظيم عيد الكليم، فكل عام وحضرتك وأمة لا إله إلا الله جميعا بخير. تفضل يا عبد الرحمن. سعادة وبيمن وبركات. صحة وسلامة. الرؤية الأولى لو تكرمت حضرتك. تفضل حبيبي. حضرتك أنا شهدت إني نازل لأم جبريل في البيت عندنا وهي بتعمل اكل، ونوع من الخضره نوع من الطهي، بس اكل طيب. تمام. وبعدين خدتها في ايدي ولقيت نفسينا ان احنا جوه عماره جديده بس واسع حضرتك. نعم. وعمالين بنصعد سلالم والعماره جديده، وامامنا طالع على السلالم راجل ذو هيبه، كانه قاضي كانه محامي كأنه مستشار، طالع قدام مننا مرافق لينا او بيقودنا بس ما عرفوش. تمام. وبعدين دخل الشقه بتاعته، فقلت الله ده جارنا. وبعدين لقيت زميل ليا اسمه مصطفى عبد الحميد بيقول لي يا عبد الرحمن ما شفتش اخويا يحيى، وهو في الحقيقه ما عندوش اخ اسمه يحيى، قلت له لا ما شفتوش. تمام. دي الرؤيه الاولى حضرتك لو تقربت. ده ربنا هيجعل لك راحه وسعاده وامن وامان بينك وبين ام جبريل. الشيء الثاني، أم جبريل ربنا من عليها بصفات طيبة، صفات جميلة، وأنت مع الحب لأم جبريل ربنا ممتعك معها بمتاع طيب ببعض الأمور، زي موضوع الطعام. أي حاجة تعملها أم جبريل حتى لو الحاجة دي يعني إيه نوعا ما، ولكن هي متعجبك وأنت متحب كل حاجة بتعملها أم جبريل. أسأل الله أن يدوم المحبة بينكم، والله أعلم. اتفضل يا ندى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ندى. تواصل معنا يا عبد الرحمن. تفضلي. معايا ثلاث أحلام صغيرين خالص يا شيخ. هناخد رؤية يا ندى، ولقاء قصير هقول لك الثانية والثالثة والخامسة. تفضلي. حلمت قبل العيد كده بفترة طويلة بيجي واحد زميلي بيعايد عليا، بس العيد يعني كان لسه فترة طويلة قدامه. يا سلام. يا سلام. مرة بيجي يشرب حاجة ومرة بيلق. أنت آنسة؟ ده ربنا حيمن عليك بالزواج يا ندى، يا ندى من انسان حيكون بينك وبينه حب وسرور وقبول، بينك وبينه انسجام ورومانسيه، انت ستشعرين مع هذا الشاب براحه وسعاده، وحتعيش معاه في الغرفه او في الشقه وكانك تعيشين في الجنه. شكرا
والله كملي الرؤية التانية، اتفضلي قولي الرؤية التانية. الرؤية التانية حلمت اني كانت معايا فلوس و 500 جنيه كده، وبعدين حطيتهم في شنطة فاتسرقوا مني، وبعد كده جيت اعيط راح اخويا قال لي الشيخ اداني دولة وقال لي اديهم لنا، اداله 750 بس ورق زي الدولار كده. ربنا حافظك من السرقة يا ندى، وفي خير فاتك سيأتي إليك في الأيام القادمة، ربنا يعوضك خير والله أعلم. اتفضل يا أم أدهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عامل إيه؟ الحمد لله يا أم أدهم تمام. أنا أم أيمن. أم أيمن، قال له أم أدهم أهلا بيكي. بقول لك بنتي اللهم صل على النبي حلمت صلى الله صلى نعم إن أبوها جاي ولابس بدل جلابية بيضة وخدها بالحضن جامد وراح قال لها كل سنة وانت طيبة، اليوم ده كان عيد ميلادها. يا أم أيمن. أي هو أبوها على قيد الحياة؟ لا متوفي بقى له 13 سنة، حضنها قوي. ما أنت ما قلتيش في البداية كده. حضنها قوي وجاي لابس جلابية بيضة وحضنها وقال لها كل سنة وانت طيبة، وراح مديها 2 تليفون، واحد كبير واحد صغير، تليفونات موبايل من أحدث من أحسن حاجة نزلت في السوق. هي بنتك أنسة؟ لا دي معايا 3 عيال. ربنا يطول في عمرها. اولا موضوع الاب انه في راحه وفي سعاده وفي نعيم وفي الجنه يمتع عند رب العالمين. الشيء الثاني ابنتك لما يحضنها الوالد يدل ان عمرها طويل، ستعيش عمرا كبيرا. موضوع التليفونين لاما بنتك ربنا حمنا عليها بالحمل لاما مرتين مره ورا مره، او هي حتجيب توأم في مره واحده، او في ربنا حدها خير مضاعف. اسال الله لها بالخير والله اعلم. اتفضلي يا امة الله. السلام عليكم. لو سمحتي يا شيخ ممكن اقول رؤيتين صغيرين؟ اتفضلي يا امة الله. انا حلمت ان انا ماشيه مع واحده صاحبتي في طريق وفي رصيف في النص بيني وبينها، وهي لابسه طقم اسود عماله تنادي عليا وتقولي يا بلقيس يا بلقيس. يا سلام. بعد كده مشيت من طريق كده تاني وركبت تاكسي ومشيت. ده الحلم الاول. انت انسه يا امة الله؟ أنيسة. ده ربنا يسعد اللي ياخدك والله يا أمة الله. ده ربنا من عليك بصفات عظيمة جدا يا أمة الله. ربنا من عليك بالصفات النادرة اللي هي المفروض والواجب أن تكون في أي فتاة مسلمة والله أعلم. قول الرؤية الثانية. الرؤية الثانية إن أنا حلمت كان في مساكن إدارية تبع شغل والدي الله يرحمه، ان في واحد جارنا اسمه محمد عبد السلام واقف في الدور تاني، وانا بركب عربيه بيضه حديثه جديده ركبتها ومشيت كده فلقيت عسكري قدامي، فخفت شويه عشان ما كانش معايا رخصه، فحولت علشان ارجع البيت تاني، بس لقيت بيت من طوب احمر قدامي ونزلت من العربيه. العربيه دي اتحولت لشنطه حديد وعديت دخلت من البيت ده عشان اعدي اروح بيتي، بس صحيت على كده وانا بعدي ومعايا الشنطه الحديد والبيت ده وانا بعدي صحيت على كده. ده يدل على تيسير الامور لك في الايام القادمه، الامور حتكون ميسره والامور حتكون طيبه وحتكون جميله لك والله اعلم يا امة الله. معنا امة الله فتاة اخرى، تفضلي يا امة الله. امة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمة الله، يا ريت توطي التلفزيون يا أمة الله. هو يا عم الشيخ في حلم بتكرر معايا 3 مرات أو 4. اتفضلي. إنني مخطوبة بس أنا متجوز أصلا يعني في الحقيقة. تمام. الحلم ده اتكرر معايا 3 مرات. تمام. مرة حد أعرفه ومرة ومرتين مش أعرفه. أنت يا أمة الله ما تحبي جوزك؟ أه. ربنا. أكيد الحمد لله. لا ما تقولش أكيد، ما هو ممكن يكون مش بتحبيه. ولكن انت حتكوني على ذمته وهو سيكون على ذمتك الى 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 ان يشاء الله، لن تفارقي ولن اسمعيني بس لما اخلص التفسير يا امة الله، مستعجله على ايه؟ انت حتكوني معاه ان شاء الله وربنا حيدوم المحبه والالفه بينكم، هذا نوع من انواع الخير العظيم جدا بين الزوجين، بينك وبين زوجك والله اعلم. طب لو سمحت يا عم اساله. ايوه معاكي اتفضلي. هو زوجي يعني حلم ان انا بحط على ظهره عطر. عطر؟ عطر بدعكه في ظهره كده. ده انت حسانديه وهتقفي معاه في السراء والضراء، في الحلوه والوحشه. انت ربنا من عليكي بصفات طيبه جميله، وربنا من عليكي بحسن الخلق وحسن السلوك
وإن زوجك سيعاملك معاملة طيبة جميلة. موضوع العطر وبالذات لما يكون على الظهر، والله أعلم. أمة الله، تفضلي يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفتاة الثالثة على التوالي أمة الله، تفضلي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا أمة الله. الشيخ إبراهيم حمدي معاك. كان زوجي حلم ان هو كان في ارض واسعه، نعم، وعمال يلم بيض على الجسور كده، ما شاء الله عمال يلم بيض، وفي منهم الى حد ما في بيض بيبقى مكسور منه. يا أمة الله، نعم، هو زوجك معاني من مشاكل يا أمة الله؟ نعم، في مشاكل. يعني ايه في مشاكل خفيفه كده؟ ما هو البيض مشاكل، انت ما تقول يعني، ولكن الواحد يقول ده بيض ابيض. يا ست سيبك من البيض الابيض ولا البيض الاحمر ولا البيض البني، ما هو البيض كله بيض. فهو نكد، مشاكل، خلافات، هم، غم، ضيق. اسال الله جل وعلا ان ربنا يزول عنه الغمه وربنا ييسر له الامور، والله اعلم. وانا حلمت ان انا كنت في بيت عمال اوضب فيه وارتب فيه كده، ففجاه رحت بلكونه لقيت يعني انا بحط فيها الفرن كده، وفجأة وانا بتلفت وراه لقيت حمام، والحمام دي لقيت حمامتين كده وفيهم برضو بيضه، يعني بيضتين ومعاهم حمامتين صغيرين. البيض هنا يختلف عن البيض بتاع زوجك يا أمة الله. البيض مع الحمام وما قيل وما ذكر، انت انسانه مسالمه، انت في حياتك ما تحبيش المشاكل، ما تحبيش الخلافات، مش امراه نكديه، لا، انت انسانه يعني ماشي على أجر زوجك، في تفاهم بينك وبين زوجك، والله أعلم. اتفضلي يا أم ياسين، أهلا بك وبأهل اسكندرية الكرام. لو سمحتك أنا عندي بس الحاجة على طول مخنوقة. يا أم ياسين، يا أم ياسين، وطي التلفزيون وخليكي في مكان في شبكة وتكلمي على مالك وبراحتك يا أم ياسين. أنا وطي التلفزيون والله، بقول لك عندي نوعين الحاجة بتاع أمي، على طول مخنوقة وعلى طول متضايقه وعاوزه تهدي كده وتمشي. لا، دي في المنام يا ام ياسين ولا في الحقيقه؟ ام ياسين، انا ما كنتش سامع حاجه منك يا ام ياسين، فما اقدرش اديك الاجابه الا اذا كان الكلام واضح. معنا حمدي، اتفضل يا حمدي. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي الغالي. والدتي انا متوفيه من زمان خالص. عليها رحمه الله. وما جاتنيش من 15 سنة، جاتني بقالها أسبوع، جاتني مرتين في الأسبوع. تمام. أول ما نام في الأسبوع لقيتها نايمة في نحش، واخد بال حضرتك؟ نعم. وعليها مية، مش مية، مية زي العسل الأبيض كده. تمام. واخد بال حضرتك؟ فاتضيرت ليا وسلمت علي، وراحت متضايقة نايمة على جنبها تاني، شوية راحت معدولة تاني وقعدت تعيط. المية دي يا أخي حمدي كانت يعني أنت شايفها في المنام كويسة ولا وحشة؟ المية بيضة خالص. لا يعني زي العسل النحل اللي عنده سلب كده. اسمعني بس، منظر المية ومنظر النحش كان جاي، أنت حسيت بزعل عليها وبضيق، ولا كان أنت كنت فرحان وسعيد ومبسوط؟ لا، أنا كنت مفزوع إن أنا شفتها، لأن ما شفتهاش من زمان. طب أنت يا أخي حمدي ليك كتير زرتها؟ أكتر حاجة زرتها متى؟ والله من 3 شهور كده. ده محتاج زيارة منك يا أخي حمدي. المهم تاني منام بقى. ما دقيقة، طيب وأنت معايا على الخط اللي مسجل على إيه؟ هي زعلانة منك، فعليك إنك تعمل لها صدقة وتزورها على القبر، وتستغفر ربنا وتكسر على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتهب ذلك إلى الأم. الشيء الثاني، البكاء بتاع الأم يرجع لك أنت، تفريج الهم وتيسير الأمر، وأنت ممكن تكون مقصر في بعض الأمور، على سبيل المثال صلة الرحم يا أخي حمدي، والله أعلم. معنا؟ تمام. وطي التلفزيون يا أخي حمدي وقول الرؤية الثانية. الرؤية الثانية، نعم. خشيت صيدلية، بس مش في المنام، يعني بالنهار كده بعد المنام الأولاني، خشيت صيدلية فلقيت صندوق تبرع اللي هو بتاع الأورام دي. لا، دي في الحقيقة ولا في المنام؟ لا، دي في الحقيقة. لا، ما نرجعها بالحقيقة، نحن خلينا في المنام. تواصل معنا يا أخي حمد، الخط قطع. أم دياب، اتفضلي أم دياب.
ازيك يا حاج؟ الحمد لله تمام. لو سمحت عايزه اقول لحضرتك رؤيه. اتفضلي. حضرتك حماتة متوفية عليها رحمة الله، فحلمت ان هي جاية تعزف بنتها الوحيد. تمام. فبتعزف بنتها واختها برضو على قيد الحياة، زعلانة بتقول ده كانت ميتة زي البريء. تمام. الطفلة البريء. تمام. فانا كنت برا وجاية، فوصلت حماتة عطتني مسكت الحاجة في ايدي، وعلى ما اظن زي ما تكون آية قرآنية من القرآن الكريم، آية الكرسي، وقامت سابتني ودخلت جوه، فجيت قعدت جريت انا في العزل، فانا رحت عاطيهم لها تاني، وهو خلاص على كده قمت من النوم. ده هناك اجر وثواب وصل اليها في قبرها والله اعلم. اتفضلي يا نوره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا نوره. لو سمحتي، انا شفت حماتي. نعم. اللي هي كانت حماتي يعني. تمام. نعم. شفتها اللي هي قاعده معايا وفتحت لي علبه خضراء فيها حلاوه المولد. تمام. واكلت منها، وانا بس انا فتحت العلبه وقلت فيها زي شنط بسبوسه صغيره، قعدت ادي الاولاد فطار. تمام. فهي قالت دي علبه اخوكي وكانت سايبها من زمان وانا فتحتها. تمام. بس ده مناسبة سعيدة لك في الأيام القادمة يا نورة، وربنا مدخل لك رزق ويحديك شيء طيب جميل في الأيام القادمة والله أعلم. اتفضلي أم محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحة وسلامة أم محمد. الأخيار يا رب. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. صوت المستمعين يا رب. يا رب. تفضلي أم محمد. أول حلم أختي اللي حلمهم، حلمت إن أخويا المتوفي واقفة في البلكونة عندها، لقيت جاموسة كبيرة أوي 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 ضخمة، وراها جاموسة صغيرة أصفر وجوراها جمل. تمام. وفجأة لقيت عربية عليها حجاج. حجاج دولت يعني زي بيطوفوا يعني زي طواف في الوداع. تمام. خلاص هينزلوا. نعم. وأخويا المتوفي برضه لابس لبس الإحرام ومع الناس ماشي في الشارع. بيجري معاهم بطولات بس جميل. تمام. مد ايده من الشارع، من نص الشارع كده، اعطاها كيسه في ايديها. نعم. قال لها خدي الكيسه دي فيها هدوم بيضه اديها الامل. تمام. اخذتها منها، بس اختي مستغربه ان يعني يعني اخذت الكيس من الشارع كده، ما هو من اول الامه وقف نص الشارع. تمام. اخذت يعني منه البتاعه من البلكونه. والحلم خلص على كده. اولا المتوفى في مكانه طيبه جميله عظيمه عند رب العالمين. الشيء الثاني، لمن رأت المنام سيمن الله عليها بالاعتمار إلى بيت الله الحرام والله أعلم. اتفضلي يا مريم من بورسعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، أنا حلمت إن أنا ومرات خالي ماشيين في الشارع، فشافت أختها. تمام. فأختها ادت لها زي شنط فيها برفان وحاجات، بس مش فاكرة الحاجات التانية إيه. تمام. واخدناها منها ومشينا، فاحنا ماشيين من جنب عمارته متلاقينا عربيه متلوقه اللي هي الزواق العرايس دي، زواق فرح. ففعلي بالي بقول دي جميله قوي، انا نفسي الزفرس دي وعجباني. خلاص فمشينا ورحنا زي مكان فيه ترابيزات كتير ومكان، فقعدنا عليها وشفنا قريب ماما. فقمت سلمت عليه وبصت وحضنته. فبعد كده شايفه اصحابي، لقيت صحابي بيبصوا لي ومتغاظين. زعلانين، فببص على نفسي في المرايه بقول طب ما انا جميله اهو، هما في ايه مالهم زعلانين ليه كده؟ فمتغاظين مني وحتى ما سلموش عليا. فبصيت فرحت مسلمه على خالتي وحضنتها وبس. ده مناسبه سعيده، وانت انسانه تحب صله الرحم، عندك حب للاخرين، عندك قبول انك انت تجلسي مع الناس وما شابه ذلك. ودي مناسبة سعيدة لك في الأيام القادمة والله أعلم. اتفضلي يا أم أحمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا حلمت إن أنا رحت الصحة بولدي وبنتي أكشف لهم، وخلعوا ضرس بنتي الصغيرة، وبعدين رحت عشان الممرضة تكتب لي العلاج، فكتبته في الروشتة بالإنجليزي، والممرضة كانت حماتي، فبقول لها هو أنت مش عارفاني؟ راحت قالت لي أنا قلت للبنات إن دي أم أحمد، لكن هم قالوا لي لا دي مش أم أحمد. بس كده الحلم. يا أم أحمد. نعم. للأسف الشديد أنت عانيتي من متاعم شديدة جدا في الحياة. وقت التلفزيون يا أم أحمد تسمعينا؟ حاضر أهو مع حضرتك. أنت عانيتي معاناة شديدة جدا في بعض الأمور في الحياة.
لان موضوع الكلام الانجليش ده امور مرخبطه في حياتك، موضوع المستشفى او الشيء اللي ذكر او الممرضه او ما شابه ذلك، ده تعب في حياتك ونكد في حياتك. اسال الله ان ربنا يبعد ويزيل عنك وجود حماتك المتوفاه او حماتك عامه في الرؤيا. ده انت في نوع من انواع الاذى قد اقترب اليك، ولكن من ناس قريبين عليك. اسال الله ان يحفظك ويصونك ويرعاك يا ام احمد، والله اعلم. اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام محمد. لو سمحت، انا شفت عمي المتوفى عليه رحمه الله كان تعبان. تمام. وقال لي هاتي لي برشامه. تمام. وخد مني البرشامه، بس كانت في ايدي كوبايه الميه، بس انا مش فاكره بقى هو خد كوبايه الميه ولا لا، بس هو خد البرشامه وخدها ببقه. هو عمك ده عمل مشاكل مع حد؟ لا، هو صراحه كان كويس. تمام. كان يصلي؟ كان بيصلي. في امور ملخبطه، بس هي في امور ورث وكده بعديه. ما يعني انا كنت هسالك السؤال الثالث اهو، ان في امور هو زعلان عليها غير راضي عليها. في امور حدثت، او انت ذكرت موضوع الميراث او ما شابه ذلك، في امور ملخبطه. هو واخواته وكده. اسال الله ان ربنا يحل لهم الامور الورث، لان الناس يعني تتكالب يعني على هو البرشامه ديت، ان هو يعني ما هو تعبان زعلان متضايق متنكد. والله اعلم. عندي رؤيه ثانيه ممكن؟ اتفضلي. كنت انا في السوق وراح اشتري زيتون. تمام. هو مش زيتون اسمر ولا اخضر، هو يعني مشكل كده. تمام. بس انا وقفت افاصل معاها، يعني عايزه اخده منها ب 25 وهي بتقول لي ب 30. تمام. بس انا ما اشتريتهوش عشان هي ما رضيتش تدولي ب 25 بس. وصحيح انت بتحب تجيب المشاكل لنفسك يا ام محمد في بعض الامور، انك انت رايحه نفسك تشتري الزيتون. هو الزيتون خير طيب جميل عظيم، ولكن لما يكون مخلل الموالح، انت بعض الاحيان ما تجيبي اشكال لنفسك وما تجيبي خلاف لنفسك من غير ما تدري. زي ما اديكم مثال ولله المثل الاعلى، ودائما نقولها يا جماعه، لما يكون في خلاف بين الزوجين، بين الزوجه وبين الزوج، ايه ليه الامور ما تتفاقم والامور ما تكبر ليه؟ لان للاسف الشديد الزوجين وجميع الناس ومعظم الناس يبحثون عن الخلاف، يبحثوا عن موضوع الخلاف، ولكن ما فيش حد ابدا يبحث عن الحل. انت لو بحثت عن الحل الامور تتحل، لكن تبحث عن الخلاف تتكلم في الخلاف الامور تتفاقم والامور تكبر. والله اعلم. ابتسام اتفضلي يا ابتسام. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا عندي حلمين لبنتي. اتفضلي. اول حلم، حلمت مره ان هي دايما بتسافر السعوديه وبترحب بيا هي واصحابها. لا قولي تاني يا ابتسام بالراحه وعلى مالك وايه عشان اسمع الكلام اللي قوليه. حضرتك ان هي مسافره السعوديه دايما بتحلم هي واصحابها وراكبه الطياره ومسافره السعوديه. تمام. ده اول حلم. دقيقه واحده، السفر زي ما قلنا احنا كلامنا موضوعنا السفر يدل على الغنيمه قدوم الخير، وافضل البلاد لما هي تسافر الى المملكه العربيه السعوديه، وربنا يحملنا عليها بنعمه الامن والامان والاستقرار وراحه البال. قول الرؤيه الثانيه. الحلم الثاني يا شيخ، هي صلت قيام الليل ونامت. سامعني حضرتك؟ سامعك يا ابتسام. صلت قيام الليل، ففي واحد جارنا بصراحه يعني كل منه متدين قوي، تقول يا رب يا ماما يكرمني بيه. هي انسه؟ انسه. ربنا هيكرمها، بس مش شرط ان اللي جالها في المنام، بس يا ربنا هيكرمها بانسان ذو صفات طيبه جميله عظيمه. اسال الله ان يكون الذي يعني تعرفه في الحقيقه اذا كان فيه الخير. والله اعلم. اتفضلي يا أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معايا حلم. تأمري أمر يا أمة الله، اتفضلي. أنا حلمت إني عمي اللي هو أبو جوزي، يعني عمك أبو جوزك. تمام. جاب لي جلابية بيضة مسكم ومذهبة كده. تمام. راح يعني ما عجبنيش اللون قوي، راحت صورتي لبستها وقالت دي حلوة أحلى من بتاعتي، بس قمها يعني مفرتكي شوية. تمام. ضمته كده وقالت دي أحلى من بتاعتي ولبستها. أنت معاكي أولاد؟ معايا ولد وبنت. معاكي ولد وبنت، مستريحة في حياتك ولا في مشاكل؟ لا هو ما فيش مشاكل، بس في تعب يعني. في تعب، أنت حياتك مش عاجباكي صح؟ لا أنا من التعب بس يعني.
عشان بتعبه كده. ربنا يسهل لك الامور، لان موضوع الجلباب في امور معاكي انت غير راضيه عليها، في امور معاكي غير طيبه، في امور معاكي غير مش مظبطه. اسال الله ان ربنا يشفيكي وربنا يزول عنك من تعب والم ومرض، والله اعلم. الحجة احلام. حجة هناء مش احلام. الحجة هناء، اهلا بك يا حجة هناء. اهلا وسهلا بك يا شيخ. الخطأ عند مهندس الصوت يا حجة هناء، اتفضلي. وقت شوية بس. ماشي بصي يا شيخ، انا ريت منام امبارح. وقت الصوت. وقت المنام امبارح شفت زي ما كنا وجوزي ماشيين، شوف انا وجوزي ماشيين على طريق. تمام. وزي ما كنا غسله غله لقيت اربع اتلاف سود. تمام. وبعدين قعدت اهش ماشيهم كده، ما ايه ماشوا كده بالسكت، بعدين بقول اتلاف غسله غله، وبعد كده جوزي ماشي على طريق. انا ماشي قدامك حاجات يا حاجة احلام. نعم. الغله دي بتاعت ايه؟ بتاعت قمح ولا حاجه غير القمح؟ لا قمح. جميل وعظيم جدا، كملي. بس بعد كده ماشي على طريق، ما مشيت على طريق تاني، جيت واد صغير عندنا في الشارع ماشي معاه تين وحاجات كده، مسكت منه تين حبه تين كبيره، بيقول لي انت بتاخدي تين حازم؟ قلت له لا انت مش هتبيع. قال لي لا مش هبيع، ده دي بتاعت جثه، انت تجيب بكره واخد منك بلده، ماما جايبه بلدتين ووديتهم الواحد يعني ايه هيتجوز عشان تديهم جواز لبنتهم. ودخلت على جوزي في الورد بيت انا ما اعرفوش، دخلت على بيته، دخلت البيت ده عشان هو بيتنا، لقيته ابيض زي الفل، وجوزي نايم على الكنبه وبيضه برضه لابسه هدوم بيضه. ودخلت كده اقول لي الاكل عندك، السمك عندك في المطبخ، بس كده بعد كده فشتني النوم. يا حجه هناء. اولا موضوع الغله، الغله والسنابل ربنا ذكرها في القران الكريم في سوره البقره، فيدل انك انت انسانه خيره وطيبه ونيره، وانت ما تفعل الخير وربنا اعطاك اجر واعطاك ثواب عظيم جدا على شيء فعلته. بس للاسف الشديد هناك بعض من الناس ينظرون اليك على قدر انك انت كويسه وعلاقتك بربنا كويسه، بس احوالك وافعالك واعمالك في بعض من الناس مش عاجبهم امورك، ودي اصلا بطبيعه الحال، في ناس لا يعجبها العجب ولا الصيام كما يقال في رجب. موضوع التين ربنا اداكي رزق واداكي نعم عظيمه جدا، فقول الحمد لله. البيت وما ذكرتيه سيمن الله عليك بنعمه الامن والامان والاستقرار، كذلك التين من الارزاق الطيبه، والسمك في اخر رؤيه من الشيء العظيم جدا اذا ربنا حده لك او ربنا اعطاه اليك يا حجه هناء، والله اعلم. اتفضل يا احمد، اهلا بك وباهل اسوان الكرام. وقت التلفزيون. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام حبيب الغالي، وقت التلفزيون يا احمد. الله يبارك في حضرتك. انا معايا حلمين دايما بيتكرروا معايا. اتفضل يا احمد. معايا حلمين دايما ستك بيتكرروا معايا دايما في الاحلام معايا. اتفضل حبيبي. ان انا حضرتك دايما بسافر دايما القطر، بركب قطر يا اما انا بسوق القطر يا اما في على المحطه والقطر مشي او بستنى القطر، والحاجه والحلم ده دايما بيتكرر معايا. يا احمد. انت ما تركب القطر يمشي؟ اه تمام، قول الرؤيه الثانيه. او الرؤيه الثانيه حضرتك دايما بحلم بان انا ببقى مع ست الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني دايما برضه الحلم ده دايما على طول بيتكرر معايا، ان هو بيصاحبني، ان هو انا ببقى دايما برافقه، ان انا بمشي معاه دايما على طول. انت شغال يا احمد؟ انا موظف سيادتك في التامينات. هفسر لك حبيبي الغالي، سمحنا من التلفزيون. اولا موضوع القطار بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه يا احمد دل على تيسير الامور، وان ربنا حيتم لك امر من الامور لك في الايام القادمه. رئيس الجمهوريه دل على الرفعه والشان الطيب والجميل في البلاد والعباد، كلمه عبد الفتاح يدل ان ربنا سيفتح لك ابواب الخير وطرق الخير، كلمه السيسي ربنا من عليك بالفهم ومن الله عليك بالحكمه ومن الله عليك بالشيء الطيب الجميل، اللي يشوف رئيس البلاد في البلاد يدلل على الشيء الطيب الجميل العظيم جدا له. لما انت تصافح او رئيس الجمهوريه صافحك يدل على اخلاص وتواضع حاكم البلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والله اعلم. اتفضل يا وليد. مساء الفل يا فندم. مساء الانوار حبيبي. من اول الشهر حضرتك. وانت الله. اخي وليد. الله يخليك. كمان حضرتك معايا انا اختي حضرتك. حضرت يعني في جلب المنام يعني قطر ماشي على السقف بتاع الحوش حضرتك. تمام. نايم.
تمام. والخروف جرى قدامها مرتين والخروف يطير لحضرتك، انت بنفسه على اخر لحظه والقطر جاي سريع. تمام. وحضرتك الرؤيه الثانيه؟ لا دقيقه واحده، هي اختك انسه؟ ايوه يا فندم. سيمن الله عليها بزوج سيكون مشاكل شويه، يعني ايه؟ يعني متقلب. هتحصل بينهم مناورات، بس مش معنى ذلك ان هو هيكون يعني ايه تلقى واحد رويش كده، يعني خفيف الحركه خفيف الظل، والله اعلم. جو الرؤيه الثانيه. الرؤيه الثانيه يا فندم امي بتتعارك مع عمي في اربع سمكات. لا قول ثاني يا احمد. والدتي بتتشاكل مع عمي على اربع سمكات في الحلم. ما تتشاكل مع عمك على اربع سمكات وخدتهم حضرتك. تمام. اه يا احمد. احمد ايوه يا فندم. هو في حد واخد منكم ميراث يا احمد؟ لا حضرتك يا فندم. في حد يعني في خلاف بينك وبين اعمامك او ما شابه ذلك؟ الامور مش مظبطه؟ كانت فيها يا فندم وخلصناها حضرتك، وعمي مستكن معايا حضرتك. خلاص، ما هو الخلاف اللي حصل مع السمكات، ولما اخذت الام للسمكات يقول ان هي اخذت الحقوق، اخذت حقها يا احمد، والله اعلم. اتفضل يا ام عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير. وانتم صحه وسلامه يا ام عبد الرحمن. عندي حلمين لو سمحت. اتفضلي تأمري امر. الله يخليك. اول حلم حلمت انت ماشيه كده في طريق، وعلى جنب الطريق ستات قاعدين، وشاب معاهم حوالي 20 سنه كده قاعد. فانا ماشيه بينادوا على الستات دول بيقولوا لي تعالى خد ابنك. بقول لهم ابن مين؟ قالوا لي ابنك محمد. ده انت اما ولدتيه كنت مغمى عليك واحنا خدناه لك، ربناه لك وتعالوا كنت معاكي. انا اخذته معايا بقول ده شبه ولادي برضه. فالولد ده كان بيسند عليا واحنا ماشيين فيه على اساس ان احنا مروحين البيت. فبقول ايه؟ بقول الولاد بيقول لهم اخ خامس. انا ماشيه كده. فانا ماشيه كده بيه وهو يسند عليا فرجع دم. فانا بقيت اصوت واقول الحقوني الحقوني، وصلنا بيت اخويا. فاخويا كان مع قاعد مع رجاله كده قاعده، فبندى عليه بقول له اطلب لي الاسعاف الحقني يعني وكده بستنجد بيه، وخلص الحلم على قد كده. ده ربنا هيحفظ اولادك من كل سوء، وربنا هيحفظهم وهيحفظك من النصائب والاحزان يا ام عبد الله، والله اعلم. اتفضلي يا استاذه عبير. لو سمحت، انا حلمت ان انا قدامي، انا غيط اصلا قدام بيتي غيط. بيض. اه الراجل ده، الراجل صاحب الغيط سقى وغرق الدنيا كلها قدام الباب. نعم تمام. فانا نزلت كده، نزلت في قلب التينه دي، اتغرست كلي في التينه. تمام. قعدت جامد قوي لغايه ما طلعت من التينه ديت. وبعدين جوزي قال لي تيني نزلت كده. قلت له انا نزلت بس ما اعرفش ان هي تينه كده. تمام. وبعد كده صحيت من النوم. انت تعاني من انت ما تعاني من تعب؟ ايه؟ ما تعاني من مرض؟ لا انا عندي دور برد عادي يعني، مش ما فيش مرض ولا حاجه. ما هو مش لازم المرض يكون مستديم، انت تعبانه. نفسيا كده شويه. ونفسيا ده مش مرض؟ اسال الله ان ربنا يحفظك ويزول عنك، لان البيت ده نكد وعم وغم الطين وقيس على هذا المنوال. اسال الله جل وعلا ان ربنا يحفظك ويصونك ويرعاك، والله اعلم. في حد معانا تاني؟ ان شاء الله يعني نحن دائما نكون معاكم يوم الاثنين ويوم الخميس الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ولكن اليوم كانت حلقة استثنائية، وبناء عن إدارة القناة خلينا الحلقة الساعة 10 مساء، ولكن احنا معادنا بيكون يوم الاثنين الخميس الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. انتظرونا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.